تونس تحتاج، مش معناه يتوحدوا عليه، تحتاج الى برنامج انقاذ وطني منعوا تونس. كيفاش منعوها عبيد البريكي؟ وانتم اطلقتوا مبادره سياسيه في هذا الاتجاه، وبعثنا رئيس الحكومه مقترحات، فما شكون ضحك عليكم؟ بعثنا رئيس الحكومه مقترحات وسخر من هذه المبادره. نعم، في النقطه الاولى ما هم تبعوش الاخرين، هم قالوا كان تنحي الوزاره 30%، فما جماعه قالوا اش باش تجيب الفلوس هذه. بعثنا جمله من المقترحات رئيس الحكومه وجاوبنا بارك الله فيه، قال مقترحات ممتازه باهي، وباش ناخذ بها في الميزانيه التكميليه 18، باش ناخذ لها في اعداد الميزانيه 19، وعديناها للوزارات اتسترا باهي. باش نتطلق لك من حاجه قد تكون بسيطه زاد كيف كيف. انا فرحت برشا وقت اللي ما علوش منطقه نابل منطقه منكوبه. أيه. علاش؟ لانه باش تولي تتهاطل علينا الهبات من برا وننسوا دورنا احنا التضامني الوطني. اللي صار في لبنان درس ياكد حاجه. صحيح. رغم نجموا نمنعوا بلادنا الا احنا. مش كل وين تزيد تغرق نمشيو نتسلفوا. ولا ننزلوا على كذا الجبايه اتسترا. تعرف حتى في الحديث على الكرواسونس هذا حسب خبراء ثابته في الدراسه. كي نحقوا 3% اللي تحكي لها الحكومه، 3% ما تكفيش باش تخلص لك الانتيري نتاع الديون. مش الديون، مش اصل الدين، الانتيري. كي تقول ايش معناها التضامن؟ يجوا نتفاهموا نمنعوا بلادنا، يجوا نتفاهموا ممكن تمنيحه. التوانسه عندهم تاريخ كبير. التوانسه انطلقوا من لا شيء مع بورقيبه وعملوا حاجات في البدايه ترعب وخرجتنا من وضع التخلف اللي كنا فيه. التوانسه السياسيين عملوا برشا حاجات، انا ديما نقولها، بورقيبه في ظرف معين وقف ضد الفيتو. قال بالله العظيم تاخذوا الفيتو، لا عاد عندي بكم علاقه الامريكان. هذاك بورقيبه عبيد البريكي. مش شويه خلينا نقول لك دونك عندنا في حجم وطني يا سيدي. هاني نقول لك التوانسه وشجاعه بورقيبه اليوم، التوانسه اللي طيحوا بن علي شجعان وقادرين يقدموا قدام لو يتاثروا بالصحيح ونحطوا احنا وين نحبوا نمشيو. هذا نعدوا هدفنا. يا ترى نحبوا نرجعوا المنظومه السابقه ونتعاركوا عليها ونعاودوا الباس هكا البروجرام تاع لاجيستمون سيكتوريال الان نخلصوا برنامج الاصلاح الهيكل. اي نعاودوه كما هو ونقولوا المنظومه السابقه هي نتاع الانقاذ، وين نقولوا لا احنا يلزمنا منوال تنميه جديد يحكيوا عليه الكل. بينما لتو ما شفت جوهر منوال التنميه الجديد في تونس هو الاقتصاد الاجتماعي التضامني. اليوم ما عندنا حتى خيار الا هذاك. هذا يقول لك طرح يساري اجتماعي. لا يساري لشيء، ما فيش حتى يسار، ما قلناش للشراكيه. ترجعونا لتجربه التحاضر احمد بن صالح. بالعكس يا سيدي بالعكس. تحب تو ندخل نتحدث لك على هذا ولا نرجع لك الاصل؟ الفارق بين اللي يطرحوه وبين اللي عملوا بن صالح هو انه بن صالح عمل الحاجه حولها لراسماليه الدوله. هذا الفرق الكبير. التعاونيات اللي نحبوا نعملوها في الاقتصاد الاجتماعي التضامني مع الابقاء على الملكيه الشخصيه. نعطيك مثال بسيط. مع اقتصاد السوق يعني عندك 10 فلاحه، مش اقتصاد السوق، عندك 10 فلاحه في ولايه سيدي بوزيد. كل فلاح عنده حدود معينه في الانتاج، ما ينجمش ينتج اكثر من امكاناته. ليش؟ لانه لا ينجم واحد يشري دراكتور ولا ماسونس باتاز ولا يعمل بير وحده اتسترا. تجيهم مع بعضهم يجوا جماعه باش نعملوا انتم تعاونيه مع بعضنا. انتم ونعملوا بير واحد ونعملوا دراكتور واحد ونعملوا درشنو ماسونس باتوز واحد اتسترا، وكل واحد يحافظ على ملكيته ويدفع على قدر امكانياته على قدر واقعه.